يجلس المواطن أحمد سعد مادبو في هذه العيادة الخاصة بولاية شرق دارفور في انتظار دوره الذي طال لإجراء مقابلة مع الطبيب. مادبو تبدل حاله خلال دقائق بعد الرصاصة الطائشة التي أصابته في منزله. وما بين المغرب والعشاء زي الساعة 8 إلا أنا كنت خاطى السرير بتاعي، راسي على الاتجاه الجنوبي وتكون عيني على الاتجاه الشمالي، وفجأة شعرت بضربة في الجانب الأيمن. لما عينت شايف دم كده نازل، فعرفت أنا دي إصابة من الإصابات الطائشة القاعدة تحصل، وده شيء ربنا مقدر يعني، وأي شيء ربنا مقدر ما عنده في كلام. الرصاص الطائش في دارفور خاصة في مدينة الضعين تحول من أمر متقطع معتاد إلى حالة متواصلة باتت تصيب السكان بالهلع، خاصة بعد استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بإقليم دارفور. بعض الحالات تم إنقاذها وبعضها فارغت الحياة في ظل النقص الحاد في المستشفيات للمستلزمات الطبية. الحالات اللي بتصلنا كلها حالات عالية الخطورة، منها معظم الإصابات في البطن، وبعد ذلك في جزء منها في الصدر، مما تستدعى أنه إدخالهم عمليات استكشاف وكده، ومنها في ناس ركبنا لهم أنبوبة صدر وكده. ويبدو أن الانتشار الكثيف للسلاح بإقليم دارفور وبيعه بسهولة دون رقابة فاقم من هذه الظاهرة، فضلا عن إطلاق الرصاص في الهواء مع تفشي الانفلات الأمني بصورة كبيرة. مواطنون يعولون على المبادرات الشعبية والتوعية لتخفيف الظواهر. إنه السلاح ده ما عاد هو بيعبر عن فرح على الإطلاق، مهما يكون السلاح بيعبر عن الأحزان، بيعبر عن الآلام، وهو ما صنعوه عشان الإنسان يشيله يحمله ويطلق الأعير النارية على الهواء الطلق في أي مكان من الأماكن. قاعدين بنتعشى كده، الزخيرة الطايشة دي جاتنا في الصحن بتاعت الأكل ذاته كسرته، ويعني نسأل الله السلامة. ويقول للشباب يعني بيضربوا الضرب الطايش والضرب العشوائي ده، يا أخواننا والله ما في داعي له، الناس دي اتضررت من الضرب الطايش ده كتير. وتشير الإحصائيات الطبية إلى أن عدد الإصابات بالرصاص الطايش بمدينة الضعين فقط وصل إلى 83 إصابة وخمس وفيات خلال الشهرين الماضيين، ويبدو أن الأعداد قابلة للارتفاع في ظل استمرار الحرب وانتشار السلاح. القتال الدائر في السودان وإن ألقى بظلاله على معظم مدن البلاد، غير أن آثاره السيئة تضاعفت على دارفور بسبب الحرب أو برصاص الطائش دون قصد. صالح أبو علامة، لقناتي العربية والحدث، إقليم دارفور، غربي السودان. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.